بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي وبناتي طلبة الدبلومات الثانوية التجارية الصف الثاني مع أولى حصص مادة المحاسبة المالية، هنتعرف على أجزاء المنهج بالتفصيل عشان نكون جاهزين لعمل أي بحث بأي طريقة. لسه مش عارفين الطريقة بالظبط هتكون إزاي، يبقى احنا هنكون جاهزين بأي شكل من الأشكال وعارفين المنهج بتاعنا. أول حاجة عندنا السؤال الأول اللي هو الحسابات الجارية للشركاء. أول حاجة حساب توزيع الأرباح والخسائر، الجنب المدين بتاعه، فايدة رأس المال، المكافأة أو المرتب السنوي، فايدة الحسابات الجارية الدائمة، صافي الربح، فايدة المسحوبات، فايدة الحسابات الجارية المدينة، حساب جاري الشركاء، الجانب المدين بتاعه، رصيد الحسابات الجارية المدينة وفايدته، المسحوبات وفايدتها، رصيد الحسابات الجارية الدائنة وفايدتها، رأس المال، المكافأة أو المرتب المستحق، فايدة القرض المستحق. نتعرف أكتر في شكل سؤال، بيقول لي مثال: حمدي ومحمود ومجدي شركاء في شركة تضامن، ينص عقد الشركة على مالي، رأس مال الشركاء بنسبة 500,000 جنيه بنسبة 2.21، هنجمعهم احنا من عندنا يبقى نسبتهم كلهم مجموعها كام؟ 5. المسحوبات الشريك حمدي 1,000 جنيه في 1/7، لو جينا حسبنا من 1/7 لغاية اخر السنة يبقى 7 8 9 10 11 12، يبقى 6 شهور. الشريك مجدي 2,000 جنيه في 1/10، نحسب من 1/10 لغاية اخر السنة يبقى 10 و11 و12. بيقول لي فإذا علم فايدة رأس المال 10% سنويا، فايدة المسحوبات 6% سنويا، صافي الربح 60,000 جنيه، عندي الأرباح هتتوزع بنسبة رأس المال اللي هي نسبة 2.21. المطلوب حساب توزيع الأرباح والخسائر وجاري الشركة. أول حاجة رأس المال عندي كان كام؟ 500,000، الفايدة بتاعته 10%، الفايدة بتاعته 10%، هوزعه على 3 شركاء اللي هو حمدي ومحمود ومجدي بالنسبة بتاعتهم 2.21، يبقى حمدي ومحمود ومجدي يبقى 500,000 في 2 على 5 200,000، 500,000 في 2 على 5 ب200,000، 500,000 في النسبة بتاع الشريك التالت 1 على 5 يعتبر 100,000. اجيب لهم فايدة رأس المال، فايدة رأس المال بتساوي رأس المال في المعدل على 100. يبقى انا عاوز اجيب فايدة رأس المال للشريك الاولاني حمدي اللي هو 200,000، المعدل بتاعهم 10%، يبقى 200,000 في 10 على 100. الشريك التاني رأس ماله 200,000، يبقى هضرب ال 200,000 برضو في 10 على 100. الشريك التالت رأس ماله 100,000، يبقى 100,000 في 10 على 100، جبت فايدة رأس المال. اروح اجيب تاني حاجة، اجيب المسحوبات. انا عندي المسحوبات عبارة عن الشريك حمدي 2,000 جنيه وقلنا 6 شهور، الشريك مجدي 2,000 جنيه وقلنا 3 شهور، الفايدة بتاعتهم 6%، يبقى حمدي 2,000 جنيه 6 شهور، مجدي 2,000 جنيه 3 شهور، الفايدة 6%، يبقى هقول فايدة المسحوبات بتساوي المسحوبات في المعدل على 100 في المدة على 12، واجيب مسحوبات الرجل الاولاني في المعدل في المدة بتاعته على 12، الرشك شريك التاني او التالت 2,000، المعدل 6 الشهور 3، يبقى 2,000 6 على 12 في 3 في 6 على 100، اسف، في 3 على 12، يطلع الناتج بتاع الفايدة الاولانية 30 جنيه وبتاع الفايدة التانية 30 جنيه. اروح اعمل حساب التوزيع. اول حاجة بجيب صافي الربح، صافي الربح عندي بكام؟ 60,000 جنيه، بحطه في الخانة الدائنة. بعد كده اخد فايدة المسحوبات، فايدة رأس المال اللي انا جبتها، اخد فايدة رأس المال اللي انا جبتها، كان عندي هنا 20,000، 20,000 10,000، يبقى هكتب فايدة رأس المال 20,000 20,000 10,000، مجموعهم 50,000. اخد فايدة المسحوبات اللي انا لسه جايبها 30 و30، الشريك الاولاني والشريك التاني يبقى ب 60، وانا عندي صافي الربح ب 60,000،
مفيش حاجة تاني، خلاص خلصنا. هجمع الخانة دي يطلع ب50,000، هجمع الخانة دي يطلع ب60,000. وستين مين الكبير؟ 60,060 ولا 50,000؟ لا، 60,060 اكتبها في الخمتين. هطرح الكبير من الصغير، يطلع الفرق 10,060. اسم رصيد مرحل، مدام في الجنب المدين يبقى ربح، او مدام من الجنب الدائن اكبر يبقى ربح. اوزعه على الشركة، 10,060 في نسبة حمدي 2/5، 10,060 في نسبة محمود 2/5، 10,060 في نسبة مجدي 1/5. يطلع كل شريك هياخد كام؟ اروح اعمل حساب كير الشركة، خانة لكل شريك من التلاتة بيان، خانة لكل شريك من التلاتة بيان. هاخد الجنب العداء الدائن عشان اجيبه في الجنب المدين، بس باختلاف حاجة بسيطة، صفر ربح ما باخدوش، امال باخد مكانه لايه؟ المسحوبات. طب انا عندي مسحوبات حمدي 1000 وعندي مسحوبات مجدي 2000، يبقى في خانة حمدي وفي خانة مجدي واكتب المسحوبات، يبقى مش هاخد صفر ربح، هاخد مكانه لايه؟ المسحوبات. بعد كده فايدة المسحوبات اكتبها عادي، كل شريك برقمه. اروح فايدة راس المال اكتبها في كل شريك برقمه. اكتب الرصيد اللي طلع ده، بس اكتبه ان هو جاي من حساب التوزيع. هجمع حمدي 1030، هجمع محمود 0، هجمع مجدي 2030، هجمع حمدي 24,024، محمود 24,024، مجدي 12,012. نجيب ونشوف مين الكبير في الجنبين بتاع حمدي. حمدي هنا 1030 وهنا 24,024، يبقى مين الكبير؟ ال 24,024. اطرح ال 24,024 من الرقم الصغير عشان اجيب الرصيد المرحل. تاني عندي محمود هنا 0 وهنا 24,000، مين الكبير؟ ال 24,024، ال 24,024. اكتبها في الخانتين واطرح الصفر من ال 24,024، يطلع الرصيد المرحل 24,024. هنا مجدي 2030 وهنا 12,012، يبقى الكبير 12,012، 12,012. اطرح ال 12,012 من ال 2030، يطلع الرصيد المرحل 9,982. الى هنا تم الانتهاء من الحصة الاولى، الى اللقاء في